بمناسبة احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بمئوية الدولة ومرور 100 عام على دخول الحركة الكشفية إلى الأردن، شارك أكثر من 100 قائد من الكشافة والمرشدات يمثلون 12 دولة عربية في الملتقى الكشفي الأردني المقدسي الثاني الذي نظمته جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية. وقد أقيم الملتقى الذي استمر 4 أيام تحت شعار القدس تجمعنا، وألقى وزير الشباب الدكتور محمد النابلسي كلمة رحب خلالها برواد الكشافة والمرشدات العرب، مشيرا إلى دور الهاشميين في الوصاية على القدس واستمراريتها بفضل الله أولا وبجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مثمنا الجهود المبذولة في تنظيم الملتقى الكشفي الثاني، مقدما شكره وتقديره لجمعية الكشافة والمرشدات الأردنية على جهودهم في تنظيم هذا الملتقى المبارك. كما ألقيت العديد من الكلمات التي أكد فيها المتحدثون أن المدينة المقدسة تتميز بقيمة تاريخية ودينية وحضارية داعينا إلى أهمية إبقائها حاضرا في قلوبنا جميعا. اليوم الأردن هي الرئة الثانية لفلسطين، الأردن هي أقرب منطقة على القدس، الأردن هي الملتقى الأقرب للقدس، حتى يقولوا إنه نحن كلنا قلب واحد، قلب عربي واحد. طبعا زي ما قال جلالة الملك القدس خط أحمر وشعبي معي، نحن اليوم كلنا منأكد إنه القدس قد خط أحمر، واليوم موجودين حتى من جميع الدول العربية حتى يأكدوا إنه نحن إيد واحدة مع الأردن حتى ندافع عن القدس وندافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية اللي موجودة تحت وصاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.